ترفع الراية استعدادا للانطلاق. فتحت البوابات على بركة الله في ثالث أشواط هذه الأمسية. جميع الدرجات إنتاج السعودية عمر 3 سنوات. مفتوح الأندي كاب من درجة 0 إلى 75 وقيمة الجائزة 95,000 ريال. يبدأ الانطلاق حمدي بشار حمزة نصيب علي الأخضر إلى المركز الأول بقيادة محمد النفزي عبر المسار الخارجي. شعار المخضوب عبر جواد يرطبون مع عادل الفريدي. هناك مستثنى بشعار سمو الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز مع إيدي كاسترو إلى ثاني المراكز المطاردة. أيضا من غرم الطيب بن علم بشعار خالد العضياني مع أحمد الطيار. وعبر المسار الداخلي أشاهد ذات الرجع بشعار الغالبي مع عيسى القيضي. هنا من وسط الأسماء المشاركة يتقدم أيضا النخبوي مع أيضا ابن اللكوع ويعزك ثلاثي المقدمة. والصدارة حمدي يقودهم من المركز الأول. يرطبون في المرتبة الثانية من المسار الخارجي. عادل لم يعطيه الإشارة في هذه الأثناء مع مستثنى التي تتقدم في المرتبة الثالثة من المسار الخارجي. زادك الله بشعار اسطبل الشاكرين بن صادق الوعد. يرطبون يقودهم بجمال مميز إلى المركز الأول. تدريبات فادل عبد المنعم مشاهدين الأعزاء. أرطبون إلى المرتبة الأولى مع عادل الفريدي إلى المركز الأول عبر المسار الداخلي والدخول من قبل ابن اللكوى مع فادل الفريدي بشعار محمد سامي الحرابي في المرتبة الأولى. الآن يرطبون المنافسة للصدارة. يرطبون وكذلك ابن اللكوى الثنائي المتقدم في هذه الأثناء. يرطبون وابن اللكوى إلى خط النهاية. ما شاء الله تبارك الله. ابن الأكوع قيادة فهد الفريدي الذي